في غزة ارتفع عدد شهداء القطاع إلى 15 شهيداً وإصابة أكثر من 125 آخرين. جاء ذلك بعد استشهاد فلسطينيين جراء سلسلة غارات على أنحاء غزة اليوم، وأدت أيضاً إلى أضرار مادية كبيرة. أوضحت مصادر فلسطينية أن الغارات استهدفت سيارة بمدة بيت حنون شمال القطاع وتجمعاً للفلسطينيين شرق جباليا، وقصفت غارتان منزلين قرب غرب غزة. We'll be right back.